مرحبا يا شباب، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة مزرعة أرض الصيف. طبعا تعلمت كم شغلة فيها، تعلمت كيف آخذ شغل وهالشغلات، يعني كيف أشتغل عند الناس، كيف هيك ظبط أمور. شوي صرنا شوي بنعرف فيها هالشغلات. فخلنا نشوف حاليا، هون معنا الكلب. تعال تعال خلينا نطعمك. تعال دور. تعال تعال لعبك، طاعينا. تعال جيبه. ليش ما عم نجيبها؟ المهم ما علينا، خلينا ناخذ روحنا في شغل حاليا. اوكي نروح على الماركت. شو عم يصير لحالها عم بيقرا؟ رح على الشوب لهون. طق يلا. يلا يا حبيبي يلا. اليوم بدنا نشتغل شغل على العالم، بس تفرجوا شوف شو الشغل اللي معنا اليوم. شوف شو في هيك اعمال بدنا نشتغلها. قول لي يلا روح يا بس. طيب الورد الله الله. ناخذ هذا بين 16,000 نجربه. هذا نشوف. قول يا لطيف يا لطيف. شو بدي اخذ كل هذول؟ بدي اخذ وحدة وحدة. يا ساتر يا رب. مستحيل يكون بدي اخذها. هذا وين الأرض تبعه؟ قديش رقمها؟ 4. إن شاء الله ما تكون كبيرة بس. والله شكلها كبير. لا والله عادي. ليكي. يلا تمام تمام. أوكي. روح. نشيل القطن ونجمع القطن ونعبيهم بالشاحنة ونوديهم على البيع. وهم شبه خرافي. هلا نشوف صور شو بنعمل. لابسين معنا بأمور طيبة. هلا شو بنعمل يا حزتنا؟ الخط هذا يشتغل هونيك، يشتغل بالعرض. هلا شو بنعمل؟ بنروح نجيب الثانية كمان بنخليها تشتغل، أو رح نشتغل شوي هيك، يعني بنعبيهم بالشحن ونبطل بيها صوت. شيء على الأسطوة هاي. هذا شيء.
ايوه هاي جميلة. هاي وين راح تلاقيها؟ هلا بدنا نطلع يا ابني. نشتغل شوي بعدين بنبدل الخط العامل يشتغل ونحن بنروح نجيب الحالة الثانية. بس ولا نمشي على الخط الساوي. اوكي هاي خطوطة نمشي على الخط النظامي. احنا ماشيين اخذنا باليسار، هي الخط هيك لك شو ياخذ هيك وهيك. اوكي هلا اوكي حاليا بنروح نجيب الثانية. اوكي حاليا وصلنا هلا على الطرف هاي جبنا الثانية. هلا بنحطها بالطرف الثاني تشتغل مشان نخلص سوا. معانا هذي كانت تشتغل هذي لأنها واقفة. والله كنا ما واقفة هذي بصراحة صراحة لازم في الليل حط لك كنا ما واقفة بس.
تعرف شو لازم نعمل؟ لازم نشتري ورشة، ورشة تصليح نحطها عندنا بالأرض. قولي والله سريعة السيارة. والله سريعة الشاحنة. هذا شوفوا معنا، هذا اللي ورق شعر وقت اللي بيخلص القطر، هذا الأشعة بيسحبها من الأرض. شبه عم تروح يمين ويسار. حلو 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 حلو، الشغل على العالم. والله سريعة هاي الشاحنة، والله لازم اشتري لي مثلها. هاي سبت الشاحن، الشاحنات، الشواحن. حاليا هلا هاي معنا هون صارت جاهزة. خيو ايوه بتخلص. واقف واقف واقف. كيف ما خلصت شيء؟ وين رايحة؟ وين وين وين؟ الو اي وقف. وين رايحة يا فكح؟ ليش رايحة بروح؟ شو بدك اشترى؟ رايحة راجعة، رايحة راجعة. قلت هاي البيضة. بس خليني اشوف كيف بدي اعمل الأفضل. طلعني راح. اوكي شوف كيف عم نفضيها. نفضي الأفضل هذا عشان نخلي بالشاحنة. ليه؟ بس رجع. سكر 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 سكر. ممكن اخذها برجع بكفي لهاي. ممكن شو بنعمل يا حسن الله الوقت؟ شيء؟ شيء كويس يلا كفي لك. انا بروح اجيب هذيك اياها. يا الله طاع. يا الله يا رب. نطلع القطر هاي ونركبها نحملها. هلا شوف معانا شلون نحمل القطر هاي. يا الله بس رفع. لا يا غبي بقطع عينك. ركب طلع. ارجع 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 ارجع. شوف شلون بس نزل. نستنى الثانية شو نروح نبيعهم هلا. أما هل أنا أشوف الوضع شلون هيك مع هدول الشباب. شوف الحصاد عم شيل جمع القمح، جمع القطر عفوا. الأشياء على العالم. شوف هاي شو صار فيها. بس بتوقع بتفضي لحالها هي اذا خلصت. بس يصير فيها تنتين.
هاي شط فيها، هاي شط فيها، أنا تصير 40%. هاي بفكر هاي خليها تصير 40%، هاي تصير 30%، هاي مطولة السعر. الله 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 الله، يا سلام علي، اللهم صل على علي. نجيب الشاحنة اللي عند هذاك، مش احنا نفضي ناخذ وحدة منه ونروح نبيع، نشوف شد بيجينا مصاري. اوكي خلي يخلص الخط، بس وقف حبيب القلب، وقف يا بيض، خلي خلي يوقف عشان ما ننزلها برا، خلي يوقف فيها للقلب، بس وقف، تفضل. خليها الأول يشتغل يكفي شغل، بس سكر، لا تأخذ معك زرناك، يلا الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام على الأطر، طلع خلينا نجمع على هاي، يلا على التحميل على التحميل على التحميل، بس ما طيش الدفع. بس 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 عصر عصر عصر، بس هاي هي، يلا على البيع على البيع يا مدير. وين كان البيع؟ هياتوا عم حاطين لي اشهار اصلا، بتكونوا خلصوا هذول شيء 4 قبل ما نروح نديهم نرجع. شمطنا للعلامة، ان شاء الله المقطع الجاي بدنا نظبط الارض تظبيطها على العالم، بدنا نشتري اغراض ونظبط ونرتب ونشتري الات اللازمة للشغل، فل اوبشن معلم. المقطع الجاي بإذن الله. عاش 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 ابو سطيف، ابو سطيف الوحش، كاني مالي رايح بالمقلوب انا. هات لشو؟ قول لي لك وين هي وين رايح انا. لف لف لف. اطلع 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 اطلع. اطلع. بس بس رجع، يا الله يا حبيبي، اذا كل بيعه هيك استرزق. اوكي هون القطن بدنا نفضيه، فضي يا حبيبي فضي، حط لنا القطن هون لطيف يا لطيف. خالصة 16% خالص. ها حلوة حلوة، حاطين لي طريق الطلع، الطلعة ودخل الباب. اوكي حاليا بدنا نرجع على الارض هلا، يا الله
لازم اكفي ال كفي الاغراض، كفي الشغل، جيب الحموله. شغل لي هاي جي بي اس شوف اذا طريقنا مزبوط. وين رايح؟ وصلنا بالارض تبعنا. ضاع عينك، كيف ضاع عينك؟ قول لي الارض تبعي ليك ليك ليك. يا سلام، السلام عليكم. اطلع يا والله بعيدة. بعد اخي بعد بعد انا شايف معي افرع بعد. السلام عليكم، شو الحالة؟ والله الشغل على 24. طلع 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 خير. بعد الشاحنة مش همال توقف هلا. يلا شلون الشغل؟ ليك القطن معنا شلون؟ خلني كمان شوي ولا ما ضل. يا ستين اوكي اوكي يا ستين. يلا كمل كمل امشي. شوف الثانية قبل ما تحملها. شوف الثانية هلا بس تدف. والله الشغل على الاصول بس لسه مطولي. والله يا شباب والله انه شيء على العالم. هاي السلام عليكم. بس وقف لألف حاليا. وقف ارجع. بس فضي لي هاي اللي معك. يلا على السريع. طلع هون معنا جنازير شلون تروح. اللي القطن يلا حبيبي لا تاخذنا قطنك. تفضل. الله معك الله. يسر انا عارف زين. انا حبيبي انا يلا حاليا مشان ما نضل عم نركض يعني. بنجيب هيك بنشغل هيك. يلا طلع. يلا عاش عاش النمر. يلا على اللي بعده. على اللي بعده يا حبيب القلب. يا سلام بدنا نروح ونرجع شي 36 مليون مرة يا حبيب. بالحالي والله بس لو بيشحط فرام شوي بقوي يا زلمه ضاعين مش ضد اللي بقى. طلع في حدا واقف؟ لا كله شغال. يلا يلا عليك بهم. Thank you.
الطريق قريب؟ ليش ما رحت فيه من قبل؟ طيب شو بسرعة وسرعة؟ حلوة حلوة حلوة. بس نشوف شو قد راح منا. او 52 نص صار 52% صار. يلا ما ضل كثير. اوكي خلص عرفنا طريق مختصر. نجي هيك على 24. جميل جميل. وين الأرض اللي بنشتغل فيها؟ هي تقريبا هذا الجسر. بس وقف هو 34 لا ما توقف. خلص وما كتير ضل وضل كتير يعني تقريبا شي 3000 بدنا. بدي خلي الشغل شوي حبيبي اعطيني. اشتغل لي شوي هيك. خطر تاخذ
ثلاثة ستة بتعرفه؟ والله سبعة بتعرفه. أنا عم تاخد سبعة كمان. أوه. إيه والله. عم تاخد سبعة خطوط. حلو حلو عم تاخد سبع خطوط حلو كتير مخلص اسرع يعني. مخلص اسرع حلو كتير. هاي معنا القطار هنيك شو عم يعمل؟ تعرف شو؟ ليش شو عارف هون ولا؟ ليش عارف هون؟ شو بيعمل القطار؟ وين فاهم؟ بس وقف يا زلمة وقف لحد تمشي كمان. خليك بسرعة بروح. اوكي روح روح كفي كفي لا توقفني هون. المهم ما علينا هلا روح والله دور رح يخلصوا ما ضل كثير. والله ضل هاي هون شوي هني والله هون منيح ضل شي مرتين بدها ضل هونيك بس والله ارضها كبيرة والله والله ارضها كبيرة تعب يعني. خلينا نفضي هديك بالقبل هلا خلينا نفضي هاي اثنين وخمسين واحد بعد اذنك فضي لي هاي بس تخلص توصل 100 على الاغلب بتفضي وحده كبيره. فضيلي فضيلي القطر ما بيروح خلنا نقطع هيك ما بيأثر تا لا بس نزل روح روح يا مدير
حلو كثير، حلو كثير الشغل. يلا يا حبيبي يلا، اطلع 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 اطلع. حلو كثير، حلو كثير. فضي فضي. والله شغل القطن حلو اه بس متعب صراحة. حلو كثير. السلام عليكم. اشتريت وحدي كانت شغالة بس غالية، أنا عرضة غالية كتير، حقدر شي 400,000 يمكن حقها، واللي أحسن منها حقها 800 وشوي. أيوة 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 يا سلام عليك، يا سلام عليك، باي هذا الحق لا والله باي شوي. أسرع 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 أسرع. يلا شغل الشفرات. ضاع. ضل عنا هذوليك الشويات، روح ارجعوا لأهلي، اوكي؟ ضل هذا الحفل بس هاي الشغلة الصغيرة. اوه والله خطين هذول، والله على كل الأحوال، خلي هذا ياخذ الخط، يلا روح. يلا خلص يا هلا هلا. حلو 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 الشغل على 24. اعطيني شوي بعد اذنك. مظبوط كان راح اشيله هذا. طويل وتعب بصراحة، أنا تعبت حتى والله أنا تعبت.
يعني انا تعبت من الحصاد. اوكي هلا بنجيب الشاحنة هذيك بكون معنا خلص. اوه الخط كمان كامل هلا بدو بعضهم. يلا معلش هلا بدو بعضهم مشان نكون قريبين ننزل الحمولة سوا. ان شاء الله يطلع بس تنتين ما يكون في مقصر او شيء. قول لي معي وحدي هون يا حبيبي. خلص خلصتوا يا زلمة. شو الساعة اللي عم بدك بعد؟ خلص وقت ضلت هالشوي. يلا تعال تفضل بس فضي لي هذا. تفضي لي هذا اذا قلنا هون معنا وحده. اوكي بس وحده هاي معنا. هاي الآلة هلا بتروح سكر. حرام يعني هلا بدي رد ارجع مشان وحده. بدنا نروح نوصل هاي ال هاي هلا. خلصت المهمة. فزنا كومبليتد. اوكي اخذنا هالمهمة خلصناها. شوف اجانا فلوس. شوف اخذوا مني الالات. اخذوا مني الالات لانه خلصنا. صار معي 108000. اوكي لا والله الارض بدها تزبيط يعني على 24 بيك شد. بدي زبط لها شغلات هيك. هذا بدي بدله بشيء احلى من هيك لانه بصراحة هاي ما منيحة كثير يعني في احلى منها. والبيت طبعا لك شد بشع انه مقبول بس خيو ما عاجبني يعني. انا بدنا نبدله المقطع الجاي اذا الله راد. وهون بدنا نشيل نظبط العشب على الشغلات على البيوت بلاهم. بدنا نشوف شو فينا نظبط هيك بالمقطع الجاي. اوكي شباب بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بمزرعة ابو سطيف. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا بحصاد القطن. صح انا نعل قلبي بالروحة ورجعة روحة ورجعة روحة ورجعة بس حلوة كانت ممتعة. فاذا مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولا تنسوا تحطوا لنا لايك للمقطع. وكان معكم جاد من قناة جاد جيمنج. استنونا بمقطع جديد. بحبكم جميعا. الى اللقاء.